في روسيا وكغيرها من دول الابتعاث لم يعد يفكر الطالب اليمني في كيفية تحصيله العلمي، فقد وجد نفسه بين ليلة وضحاها مشغولا بكيفية تيسير مصاريف حياته اليومية داخل تلك البلاد البعيدة. وبدلا من أن يتاح له التفرغ لكتابة أبحاثه العلمية ومتابعة دروسه الجامعية، ستجده هنا ماكثا في ساحات الاعتصام أمام سفارة بلاده للمطالبة بمستحقاته المالية. وبعد مطالبات واحتجاجات عديدة لم يعد يخرج الطلاب في هذا المكان متهكمين من تأخير مستحقاتهم فحسب، فقد تم إسقاط 317 منحة طالب دون أي إشعار أو حتى سبب واضح، وذلك كما أكد بيان الوقفة الاحتجاجية. استمراراً لموقفنا الرافض للإجراءات الباطلة والتصرفات اللامسؤولة التي قامت بها وزارة التعليم العالي من خلال سيطرة الانقلابيين على هذه الوزارة والمتمثلة في قطع مستحقات 317 طالب وطالبة دون وجه حق أو أدنى حد من المسؤولية. الطلاب أكدوا أيضاً استئناف اعتصامهم حتى تعيد وزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية مستحقاتهم، وطالبوا بإعادة حقوق المبعدين من كشوفات الربع الثالث والنظر في بيانات المنذرين وتصحيحها ومواصلة مساعدتهم المالية حتى تخرجهم. وحدهم الطلاب اليمنيون إذن من ترتطم أحلامهم بسحابة الواقع الداكنة، فبعيداً عن وطن يعيش واقع الحرب يلاقي الطالب اليمني في الخارج ويلات كثيرة، وكأنما كتب عليه أن يقتسم مصيره مع مصير وطنه المجهول في خضم الأحداث.